السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير. هنحكي لاولادنا قصة من حيوانات وطيور ذكرت في القرآن الكريم. هنحكي قصة ناقة سيدنا صالح. سيدنا صالح عليه السلام طلب قوم صالح عليه السلام وهم قبيلة ثامود أن يأتيهم بآية ومعجزة لكي يؤمنوا به ويصدقوه، وكانت المعجزة هي ناقة سيدنا صالح التي أرسلها الله سبحانه وتعالى إلى قومه آية ومعجزة، تمام؟ وقد طلب قوم سيدنا صالح منه أن يخرج من الصخرة ناقة، وكمان تكون ناقة عشراء يعني حامل، تمام؟ وأخذ عليهم سيدنا صالح عليه السلام عهدا أن يؤمنوا بالله ويصدقوه إذا استجاب لهم. يعني لو عمل لهم، لو ربنا سبحانه وتعالى عمل لهم المعجزة دي، إن هم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى ويصدقوا سيدنا صالح. وأخذ سيدنا صالح عليه السلام يدعو الله سبحانه وتعالى أن يستجيب لطلبه ويأذن بالمعجزة، وبأمر الله انشقت الصخرة وخرج منها ناقة عشراء، ناقة حامل، تمام؟ وكان في بطنها جنين، تمام؟ وعندما رأى القوم هذه المعجزة آمن الكثير منهم، وعلى رأسهم رئيس القبيلة، وعاشت الناقة ورضيعها في وسط قوم سيدنا صالح، وكانت تشرب الناقة يوم من البئر وباقي القوم يشربوا يوم آخر. يوم الناقة بتشرب من البئر وبتسيب اليوم التاني لقوم سيدنا صالح، لكن بعض من قوم صالح كانوا يشعرون بالضيق، كانوا بيحسوا انهم متضايقين كلما مروا ورأوا الناقة تشرب من البئر الذي يشربون منه، تمام؟ واتفقوا على قتل الناقة، ورغم ان هي رغم ان هي ناقة عشراء حامل، بس هم اتفقوا على على قتلها، تمام؟ وعلم النبي صالح بهذه النية فنهاهم عن قتل الناقة وصغيرها، ولكنهم سخروا منه، يعني تريقوا عليه، تمام؟ وذبحوا الناقة التي أوحى بها الله سبحانه وتعالى وصغيرها في يوم اللي هو اليوم اللي كانت الناقة بتشرب فيه من البئر، تمام؟ وعندما سمع صالح عليه السلام بالخبر أقبل عليهم وهم مجتمعون، وحين رأى الناقة وهي مذبوحة بكى وقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، تمام؟ يبقى سيدنا صالح عليه السلام لما عرف وراح شاف الناقة وهي مقتولة بكى وقال للي أعملوا كده تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، وبعدها سوف يأتيكم الله بعذاب شديد، تمام؟ وبعد انقضاء الأيام الثلاثة، الأيام الثلاثة خلصوا، جاءتهم صيحة من السماء ورقفة شديدة من الأرض أسفل منهم، ورقفة شديدة أسفل منهم، فزلزلت الأرض، فزلزلت الأرض تحت أقدامهم، ماشي؟ وأصبحوا صرعى هالكين، ونجى النبي صالح عليه السلام ومن آمن معه. يبقى بعد ما الثلاث أيام خلصوا سيدنا صالح قال لهم تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، بعد ما الثلاث أيام خلصوا حصل إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى أرسل صيحة من السماء ورقفة شديدة في الأرض وزلزلت الأرض تحت أقدامهم وأصبحوا صرعى هالكين، وسيدنا صالح عليه السلام ومن آمن معه نجا، تمام؟ نجوا. دي قصة ناقة سيدنا صالح. نتقابل إن شاء الله في فيديو جديد وقصة جديدة. مع السلامة.